حنين بواحد الدرجه ما تصورش، يعني ما حنين بزاف انا، وخصوص مع 6 العشيه ومع 12، يعني كاين واحد الاكتظاظ بزاف في الطريق، الزحام وكاين كسايد كيوقعوا كيوقعوا بزاف د الحوايج يعني في الطريق، يعني الطريق يعني خاصها تصايب، يعني هذه خاصها يعني خاصها تصايب وصافي، يعني راه داكشي العشيه يعني مع 6 العشيه كيكون شويه الزحام، ومع 12 ثاني شحال واحد دابا كيكون باغي يقضي شي غرض ما كي يعني على قبل الطريق ما كيقضيش، فهمتي؟ كتدخل تطمن لي المديونه يعني عين حروده 17 المشروع اناس يعني طريق رئيسيه، يعني خاصها تصايب ما فيهاش ما مراجيني ما فيهاش شي حاجه، يعني كاين الزحام بزاف، يعني كيوقعوا كسيد خايبين هنايا بعض المرات، انا كنحضر لهم يعني كسيد خايبين، يعني كاين بعض المرات كيبلوكي شي رموك في الكانطره الفوق كتبلوكا الطريق ساعتين ثلاثه السوايع، يعني ما كيبقاش بنادم يمشي منين يدوز كاع، كيولي يضطر بنادم يدير ديميتور ويرجع في حالاته، المسؤولين يحاولوا يصايبوا الطريق، يعني راه ضروري خصها تصايب، المسؤولين خصهم يصايبوا الطريق، يعني راه يعني طريق رئيسيه ما خصهاش تبقى بحال ما هكا، وهذه راه نساوي راه بطبيعه الحال، يعني راه شحال من عام هي بحال ما هكا، الناس كيعانيوا منها راه بزاف، يعني صراحه كيدوزوا منها، يعني كيدوزوا منها حديد كثير، كيدوزوا منها رماي، كيدوزوا منها كاميونات، كيدوزوا منها حديد كثير بزاف، يعني راه خصها تصايب ضروري خصها تصايب. جاو ثلاث القنطره وخلاوها جايبينها من 17 معين حروده وهي كتصوب توصل القنطره وبنوها من القنطره لتحت اش كاين ثاني صايبوها من تما حتى للسبيت كاين ولا لا وجاو ثلاث القنطره وعرقلوها علاش عرقلوها؟ صرف بنادم اصاحبي امكانيات ما كايناش انت تصوب حتى للنص ها مصيبه النص ها فين صوبوها خلاوها حبسوها وزادوا والله ومن تحت منها لي صايبوها من تما حتى للسبيت طريق واحده كبيره كاينه ولا لا وجاو ثلاث القنطره وضيعوها القنطره هي خاصكم تيسعه باش العام يدوز هنا وانت والاخر وغادي موطور وبيكارا وكل شيء شوف دابا القنطره الفوق كي دايره يلاه شوف انت راه كتكون بلان ما كاينش منين تدوز والله ما كاين حتى المشروع ديال الانازي زحام بلوكاج واحد اللي سولتي يقول لك هاد العاديه هذه اللي سولتي سعد مول الميزان سولوا راهو شنو يقول لك هاد الطريق هذه ما كاينش اللي كيدوز منها الله يستر الصف مشى من حتى المشروع ديال الانازي صف واحد على عبر القنطره هذه فيسرحوا لك شويه الطريق صايبوها من 17 ثاني وصايبوا فيها هيك شي هاي ثاني تل البوله تل الميزان وما يحبسوا علاش سبتي بعد عدة تكسيدة مع هذا الموضوع زعما معايا في شارك الهرزة تما كاين يتهرس عطيتو شي تريبوطو درنا كسيدة وعلاش هادشي كله باش شوية التيساعة صاحبي